اذا اكو بالامكان كشافين انتم اتحاد كره القدم تنطون مهمه لبعض الاشخاص كشافين عن اللاعبين، لانه انا ما اقدر وما منقوله كل المباريات حتى نشوفها. بعض الاشخاص عندكم في لجنه المنتخبات يصيرون كشافين، وهذا مهمه سيد فالح موسى ان يسمي اثنين ثلاث اشخاص كشافين ايضا للدوري العراقي، اللاعبين شوف يا لاعب جيده حتى يعطي اسمه للمدرب ومدرب يتابع.